الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجماله وجلاله، والصلاة والسلام على سيد أتقيائه وأصفيائه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، آمين، واجعل تفرقنا منه يا مولانا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، آمين. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، آمين. واجعلنا من النار بعفوك، آمين. وادخلنا الجنة برحمتك، آمين. اللهم بارك لنا في شيخنا، آمين. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم ارض عنه ورضيه عنا، اللهم جازيه عنا خير الجزاء، اللهم بارك لنا في جمعنا، اللهم بارك لنا في شهرنا، اللهم بارك لنا في شهرنا، اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، آمين آمين، الحمد لله رب العالمين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم بين هذه الأيام المعدودات بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي وغلت الشياطين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أيضا: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أيضا البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: صوموا تصحوا. وفي حديث آخر: جوعوا تصحوا. وقال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الهلال أول الشهر فكبر ثلاثا، ثم قل: الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر لك منازل وجعلك آية للعالمين. الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر لك منازل وجعلك آية للعالمين. وفي الأذكار للإمام النووي رحمه
الله تعالى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وأما عن النية، نية صوم شهر رمضان، فقد اختلف المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم، فأغلبهم اشترطوا عقد النية كل ليلة من رمضان في كل ليلة وقبل طلوع الشمس، ومن لم يبيت الصوم فلا صيام له، أي من لم يبيت النية فلا صيام له. أما إمامنا مالك رحمه الله تعالى فقد أجاز نية واحدة لصيام شهر رمضان كله، وذلك في الليلة الأولى من رمضان وقبل طلوع الفجر. فمن عقد النية في أول ليلة من رمضان وقبل طلوع الفجر أن يصوم شهر رمضان إيماناً واحتساباً لوجه الله تعالى، فعند إمامنا مالك تجزئه، لكن بشرط ما دام لم يفطر يوماً أو أياماً لعذر ما، لمرض أو لسفر أو لغير ذلك. فإن أفطر يوماً أو بضعة أيام فتصبح النية واجبة عليه في كل ليلة كما عند المذاهب الآخرين. لذا يجب على المرء المؤمن المسلم أن يعتني بقيام الليلة الأولى من رمضان، وأن يستعد لها، وأن يجمع أهله خاصة زوجته وأولاده، وأن يذكرهم بهذه النية، وأن يعقدوا نية صحيحة. إن كما قلنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فعلى المرء أن يعتقد هذه النية، إن النية محلها القلب، ولكن الاستعانة باللسان أفضل. على المرء أن ينوي أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر رواه البخاري ومسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذا يجب على المؤمن أن يحرص على قيام الليلة الأولى من شهر رمضان، والليلة الأولى من شهر رمضان هي الليلة التي يرى فيها الهلال. فإذا رأى المؤمن الهلال أو علم برؤية الهلال فعليه أن يحرص على قيام تلك الليلة، لأنها هي الليلة الأولى من رمضان. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولليل سابق النهار، الليل دائما يسبق النهار. فالليلة الأولى من رمضان هي ليلة رؤية الهلال، وليلة النصف من شعبان هي ليلة الرابع عشر، وليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة السادس والعشرين، وليلة العيد هي آخر ليلة من رمضان، وهكذا دائما الليل سابق النهار. فعلى المؤمن أن يحترز وأن يحرص على قيام الليلة الأولى، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان. والليلة الأولى من أفضل الليالي من رمضان، فمن فاتته الليلة الأولى فقد فاته خير كثير. وعلى المؤمن أن يحرص على القيام وصلاة التراويح، لأنها أول ليلة من رمضان، فعلى المؤمن أن يصلي فيها التراويح ويقوم فيها ويستغفر ويدعو الله لنفسه ولأهله ولجميع المسلمين. أما عن الإفطار والسحور
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أيضا: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ولو على كأس ماء أو كأس حليب أو بضع ثمرات من التمر، لأن السحور فيه بركة ولو في قلة الأكل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء، أي كل الأنبياء، أمرنا معاشر الأنبياء بثلاث: بتعجيل الفطور، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. أمرنا معاشر الأنبياء بثلاث: بتعجيل الفطور، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لا زال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. وفي رواية: ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. لا زال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. ورمضان كما قال صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فيجب على المؤمن أن يكون رحيما، مستغفرا، ذاكرا، وأن يجتنب النواهي من القيل والقال وكثرة السؤال، وأن يجتنب مصاحبة الأشرار لكي لا يخدش صيامه بغيبة ولا بنميمة. وعلى المؤمن أن يكون جوادا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وأجود ما يكون في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم في رمضان يكون أجود من الريح المرسلة، ويأتيه جبريل عليه السلام ويدرسه القرآن. وعلى المؤمن كذلك أن يحرص في رمضان على التوسعة على العيال وعلى الفقراء وعلى الأرامل وعلى اليتامى وعلى المساكين، وعمارة المساجد، والحرص على قيام صلاة صلوات التراويح إلى آخره. فإذا كان رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فعن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: مثل شهر رمضان كمثل أولاد يعقوب عليهم السلام. يقول: فإذا كان واحد منهم أحب إلى أبيه وهو سيدنا يوسف، فكذلك شهر رمضان أحب إلى الله من باقي الشهور 12. وإذا كان الله تعالى قد غفر لأبناء يعقوب بسبب واحد منهم وهو يوسف عليه السلام، فكذلك ربنا جل وعلا يغفر ذنوب 11 شهرا ببركة رمضان. فاللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، اللهم أهله علينا بالسعادة والغفران والتوبة، اللهم أهله على شيخنا بالظهور التام، اللهم أهله على شيخنا بالظهور التام، اللهم يا رحيم يا رحمن اجعله ظهور شهر ظهور اسمك الأعظم، اللهم أظهر فيه اسمك الأعظم، اللهم أظهر فيه اسمك الأعظم كما أظهرت الشمس في وسط النهار. اللهم أهل هذا الإسلام على جلالة الملك محمد السادس بالسلامة والعافية والسرور والهناء والزيادة في الأرزاق والبركة. اللهم يا رب العالمين أدخل هذا الشهر على المغاربة كلهم بالخير واليمن
اللهم اجعله هلال خير ويمن ورشد. امين. اللهم اجعله هلال خير ويمن ورشد. امين. على جميع المسلمين. امين. في مشارق الارض ومغاربها. امين. اللهم انزل فيه الرحمه. امين. والهناء. امين. والمحبه. امين. والف بين قلوب المسلمين اجمعين. امين. اللهم اطفي فيه نار الفتن. امين. اللهم اطفي نار الفتن. امين. اللهم نجي بلاد المغرب من الفتن. امين. اللهم نجي بلاد المغرب من الفتن وسائر بلاد المسلمين. امين. اللهم ادخل هذا الشهر العظيم المبارك. أمين. أمين. على اخواننا في جميع انحاء العالم المسلمين. أمين. بالسلامة. أمين. والهناء. أمين. والأخوة. أمين. والمحبة. أمين. والمودة. أمين. اللهم يا رب العالمين اجمع فيه القلوب. أمين. اللهم احيي فيه القلوب. أمين. اللهم اجمع الشتات. أمين. اللهم ألف بين القلوب. أمين. اللهم اجعلنا إخوانا على سر متقابلين. أمين. اللهم اجعلنا إخوانا. أمين. وعلى الدين أعوانا. أمين. اللهم أصلحنا. أمين. وأصلح أزواجنا. أمين. وأصلح ذرياتنا. أمين. اللهم أصلح جميع المسلمين والمسلمات. أمين. في مشارق الأرض ومغاربها. أمين. آمين. آمين. الختم